اختتمت فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في نسخته 32 بحفل الموسيقار عمر خيرت. وشهدت فعاليات الدورة 32 من المهرجان نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا، حيث وصل عددها إلى أكثر من 30 حفلا مع باقة متميزة من نجوم الفن التي تناسب مختلف الفئات والأذواق. على مسرح المحكة يزدل الستار على فعاليات الدورة 32 لمهرجان القلعة. هذا المهرجان الذي انطلقت أولى لياليه في 15 من أغسطس الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة في دار الأوبرا. صراحة الحفلة حلوة جدا والأجواء كلها جميلة بصراحة والموضوع حلو قوي يعني. فعلا احنا مبسوطين، وبالنسبة لي أول مرة بزور القلعة، ففعلا أجواء رائعة يعني. بنصح الكل لو اتعادت تعالوا. مبسوطة قوي إن أنا جيت النهاردة حفلة عمر خيرت دي، كانت أول مرة في حياتي أحضرها وكان نفسي قوي احضرها الصراحه. مبهوره بصراحه يعني، لما جيت انبسطت من التنظيم، انتظمت يعني، انبسطت من يعني الدنيا ماشيه ازاي وكده يعني. يمكن كنت خايفه شويه بس لما جيت طمنت، لا ان الدنيا متنظمه وكويسه قوي. انطباع الحفله جميله جدا، واستاذ عمر خيرت استاذ كبير، انا بلعب جيتار فهو استاذ وملهم ليا كمان. جاء حفل الليله الاخيره للمهرجان مسكا للختام، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي. أنا بعزف الكمانجا وكنت مبسوطة جدا، وعشان أنا يعني أول مرة أعزف على مسرح في ناس كتير عمالة تتفرج عليا. أول مرة نعزف حفلة كبيرة قوي كده، إحنا عزفنا السنة اللي فاتت في مهرجان العالمين بس كانت حفلة جمهور كبير بس أصغر من كده بكتير. طبعا حفلة عمر خيرت حاجة واو يعني. المكان رائع جدا بصراحة، أنا أول مرة أحضره بس كنت مبهور جدا بالحضور، مبهور بالمسرح، مبهور ان احنا في مكان تاريخي. بصراحه انا ما كنتش متوقع بامانه والله ان الكم ده يكون موجود، وانا كنت حريص جدا ان انا اجي اشوف الـ يعني الذوق العام وصل لحد فين، بس بجد اتبسطت جدا طبعا، وشايف كم ناس مهول عجبني بصراحه يعني، فانا قاعد مبسوط. واستمتعت القاهره بليالي المحكى منذ 15 من اغسطس، وشهدت ليالي هذا العام اقبالا كبيرا من الجماهير، ومن بينها حفلات علي الحجار وياسين التهامي وهاني شاكر وغيرها، كما احتفى المهرجان باميره الطرب العربي الفنانه ورده. كما شهدت الدوره مشاركات متميزه من الفرق الفنيه، منها فرقه الموسيقى العربيه وفرقة الإنشاد الديني وأوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة مواويل.